قانون واحد بس، قانون حاتم. حاتم مات يا مصر. هكذا استقبل محبو الفنان الكبير خالد صالح خبر وفاته الذي تناقلته وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الخميس عن عمر يناهز 50 عاما، وذلك بعد إجرائه عملية قلب مفتوح بمؤسسة القلب التابعة للدكتور مجدي يعقوب في محافظة أسوان. طيب انت لو عايز تطمن جمهورك عليك تقول لهم ايه؟ طيب دعولي انا كويس وزي الفل. في شوية تعب الحمد لله. مؤسسة مجدي يعقوب في بيان لها ذكرت ان الفنان الراحل خالد صالح مضى اكثر من 3 أسابيع بالمركز داخل العناية المركزة قبل اجراء الجراحة لتحضيره، نظرا لخطورة حالته وتعقد الاجراء الجراحي المطلوب، وتم نقله بعد إجراء جراحة مطولة بقيادة الدكتور مجدي يعقوب إلى غرفة العناية المركزة، حيث مكث بها 6 أيام تحت إشراف دقيق وملاحظة مستمرة من الفريق الطبي بالمركز نظرا لخطورة حالته. المقربون للفنان خالد صالح أكدوا أن الآلام قد داهمت خالد صالح خلال شهر رمضان الماضي حينما كان يصور مسلسل حلاوة الروح، ولكنه قرر تأجيل العملية ليجريها خلال الأيام الماضية بعدما سافر إلى أسوان قبلها من أجل إجراء الفحوصات الطبية الأخيرة. ولد الفنان خالد صالح في يناير عام 1964 بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وبدأ التمثيل من خلال مسرح الجامعة ومسارح الهواة مثل مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية لفترة طويلة، وكان في هذا الوقت يمارس أعماله التجارية الخاصة، ثم تفرغ تماما للتمثيل في سن متأخرة في بداية الألفية الجديدة، ولمع نجمه سريعا خاصة في أداء الأدوار المعقدة وأدوار الشر. شارك الفنان خالد صالح في العديد من الأعمال الفنية المميزة في مجال السينما، منها فيلم تيتو وعمارة يعقوبيان وهي فوضى وعن العشق والهوى والرئيس عمر حرب والمصلحة وأحلى الأوقات وملاك اسكندرية. استطاع صالح أن يترك تراثا هاما وكبيرا في الدراما المصرية، حيث كانت له بصمة جيدة خلال مواسم الدراما الرمضانية، ومن أهم أعماله مسلسل فرعون والريان وموعد مع الوحوش وتاجر السعادة وبعد الفراق ومحمود المصري وغيرها من الأعمال المهمة. أكتر حاجة توجع في لحظة الفراق حبيبك تلمحه. مسلسل بعد الفراق أكتر حاجة توجع في لحظة الفراق بداية الأغنية الشهيرة للفنان حسين الجسمي، والتي عرفت كتتر لمسلسل تلفزيوني بطولة الفنان خالد صالح والفنانة هند صبري يحمل اسم بعد الفراق، والذي يعد علامة فارقة في حياة الفقيد، حيث أدى دور زميل المهنة يوسف الذي أثبت براعته في مهنة الصحفي وحقق نجاحا ملحوظا تسبب في اختطافه في آخر حلقة بعد أن اشتهر بوقوفه في جانب الحق وكشف الفساد، وافترق عن حبيبته الخادمة التي استطاعت الارتقاء بمستواها الاجتماعي لتليق به ثم ضاع منها واختفى. اللي مالوش خير في حاتم مالوش خير في مصر. فيلم هي فوضى وعبارته الشهيرة اللي مالوش خير في حاتم مالوش خير في مصر، جسد الفنان خالد صالح في هذا الفيلم شخصية محورية لحياة المجتمع المصري وعلاقته بجهاز الشرطة، حيث أدى دور حاتم أمين الشرطة الذي يقطن في منطقة شعبية ويفرض نفسه على جيرانه والمترددين على قسم الشرطة الذي يعمل به، ويفرض إتاوات عليهم لابتزازهم، وفي نفس الوقت يقع في حب فتاة وهي جارته منة شلبي ويحاول الزواج منها بكل الطرق حتى اختطفها وقام باغتصابها. الفيلم يعد آخر الأعمال الفنية للمخرج الراحل يوسف شاهين وبمساعدة المخرج خالد يوسف. لم يستطع الخالد خالد صالح أن يشاهد الجزء الثاني من فيلم
الجزيرة، والذي يشاركه البطولة الفنان أحمد السقا ورفيق عمره الفنان خالد الصاوي، وكان من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك، إلا أن شركة الماسة المنتجة للفيلم قد أعلنت عن إلغاء عرض الفيلم عبر الصفحة الرسمية للفيلم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حدادا على وفاة الفنان الراحل خالد صالح. بالإضافة إلى فيلم الجزيرة، هناك أفلام أخرى شارك فيها صالح ولكنها في طور الإعداد، منها المخلوع والمعزول، حجر الأساس، والولد. وقدم خلال موسم رمضان الماضي مسلسل حلاوة الروح، كما كان ينوي اللحاق بموسم الأعمال الدرامية القادمة في رمضان بمسلسل جريمة قتل، لكن القدر كان أسرع منه. نال فناننا العربي الكبير خلال مشواره الفني العديد من الجوائز، حيث حصل على جائزة التمثيل من مهرجان الأفلام، وجائزة الإبداع الذهبية، وشهادة تقدير لأحسن تمثيل من مهرجان الإعلام العربي عن دوره في مسلسل تاجر السعادة، كما حصل على جائزة أفضل ممثل لعام 2005 عن دوره في فيلم ملاك اسكندرية، وجائزة أفضل ممثل دور ثاني عن فيلمي تيتو وأحلى الأوقات. هذا القلب الكبير الذي تعب قبل 15 عاما، صاحبه ما زال قادرا على أن يعطي، لكن قلبه ارتأى أن يقف ويحرم الجمهور العربي من طاقة فنية لا زالت تستطيع أن تبدع وتستمر وتقدم الكثير من الأعمال الفنية المهمة التي تذكرنا بجيل العمالقة. خالد صالح، ظهرت متأخرا ورحلت مبكرا عن عالم الفن، ولكنك ستبقى في عالم المجد والشهرة، وسيبقى اسمك خالدا وصالحا يذكره الجميع بصوت ملؤه الفخر على أعمالك الخالدة، بصوت ملؤه الحزن على رحيلك المبكر. وداعا يا خالد، وداعا يا صالح. بالله خبرني رسول الله، أين بدايتي؟ أين نهايتي؟ أنا يا رسول الله لم أعرف مع الدجل الرخيص، حكايتي من أكون؟ ماذا أكون؟ أمام قبري مدينتي حقيقة، يعني حزننا.